ومن مكائد الشيطان التسويف. متى بنتوب يا أخوان؟ بكرة. متى بكرة يجي هذا؟ بعضنا لعشرين سنة وبكرة ما بعد جاء. متى بتسلم على ابن عمك اللي بينك وبينه شحناء؟ متى تتصدق؟ متى تبني مسجد؟ متى تتوقف عن الغيبة؟ متى تتوقف عن الكذب؟ متى تتوقف عن سوء الأخلاق؟ متى تصل إلى غير ذلك؟ غدا غدا. متى تبطل الدخان؟ لا تزعلون عليها. متى تبطل الشيشة؟ الله يجزاك خير. متى هذه بكرة؟ إلى متى؟ ما وصلنا إلى متى؟ لذلك الشيطان يقول بعده بكرة. ما تلاحظ بعضنا إذا طلع بيصلي في المسجد أذن قال قدام، صل قدام الله يجزاك. ترى هذه وصية الشيطان، قدام، ها، قدام قدام قدام، ويوصل عمله ما صلى وراحت الصلاة، لأن المستشار في أول ما حرك السيارة هو الشيطان قدام، يريد أن يصلي صلاة قيام الليل، ها، يصلي إن شاء الله. طيب استيقظ الآن، قال لا استيقظ بإذن الله قبل الفجر بنص ساعة، ولسنة كاملة يبغى يقوم قبل الفجر بنص ساعة، وإلى الآن ما قام، الله يجزاه خير، وما أدري متى سيقوم. إياك أن يكون الشيطان ومستشارك، إياك أن يقول غدا، فإن تأخير التوبة إلى غد ذنب جديد يحتاج إلى التوبة من جديد. التوبة على الفور، التوبة واجبة ولا تسوفها. أيضا من مكائد الشيطان التقنيط. أنت ويا وجهك تدخل الجنة، يقول الشيطان لواحد أنت ويا وجهك، يعني يحقرك، نسيت مش سويت أمس؟ الله أكبر، أمس فواحش وقنوات ومواعد ومكلمن لك بنت وعينك زنت في الشيء، يا أخي كل يوم بتوب، أنت أصلاً ما تصلح إلا للنار، أعوذ بالله من النار. أو يقول له أنت لا باب، أباب التوبة غير مفتوح، يا أخي أنت تلعب على ربي أنت، هذا طبعاً الشيطان مو بنا، أعوذ بالله من الشيطان، أنا لست الشيطان لكني أتكلم على لسانه، يقول أنت تستحق، يا أخي كل يوم تضحك على الله، يوم توبة بكرة انتكاس، فتوبة انتكاس، يا أخي خلاص. ثم يأتي بعض يقول أنا يغفر الله لي، والله لا يغفر الله لي. إن من أقبح مكائد الشيطان أن يقنطك في رحمة الرحمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا أذنبت ذنبا وأتى الشيطان بعد التوبة قال لا يتوب الله عليك، قل بل الله لا يتوب على التائبين. أتعلمون إخواني، الله ما يتوب على التائب، الله ما يغفر للتائب قط، بل ويبدل ذنوبه حسنات. اطمئنوا والله يجزاكم خير. بل ويبدل الذنب حسنة، الله كريم. قل للشيطان إن الذنوب التي وسوست بها علي اليوم أتوب منها وأحتسب على الله أن يكون توبتي هي باب جنات النعيم. ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فلا تيأس ولا تقنط، والله لا يوجد ذنب فوق الأرض إلا ورحمة الله أوسع منه.